بلدية العالية بدائرة الحجيرة ولاية تغورت تشق درب التنمية على عديد المستويات ببعث مشاريع حيوية في مقدمتها شق الطرقات، تجديد قنوات الصرف الصحي بشكل يتلائم والتوسع العمراني التي شهدته المنطقة، ناهيك عن منح إعانات السكن الريفي لمستحقيها لإنجاز سكنات خاصة مع الحرص على ربطها بمختلف الشبكات الضرورية. كانت مكسره بزاف والساعه هذه ان شاء الله راهي مليحه، هاي معوده جديده ما شاء الله، ان شاء الله راهي حاجه مليحه والدوله راهي تبذل في مجهود كبير لربط البلديات والمدن هذه ببعضها وتسهل المواطن. ارضه 100 مليون، عندنا هذا ال 100 مليون نسمى بارك الله فيها الدوله الرئيس تبون اعطانا 100 مليون هذه الحمد لله، حتى التقسيم تاعها عادل، ناس كل تدي هنا. بلديه العاليه عندنا 7 تجزئات اجتماعية بالإضافة إلى تجزئة اجتماعية راهي في طور الإنشاء وكل واحدة فيها 100 مستفيد. كذلك عندنا السكن الريفي، في السكن الريفي في بلدية العالية عندنا 860 استفادة. ولأن الكهرباء الفلاحية أهم وسائل دعم وتيرة الإنتاج الفلاحي، تم ربط عديد المستثمرات الفلاحية بشبكة الكهرباء، ما من شأنه تشجيع الفلاحين على مضاعفة الإنتاج وتوسيع نشاطهم. أول حاجة نشكر الرئيس الجمهورية، هو اللي كان عنده الدور وكما نقولوا يمشي متوازي مع طموحات نتاعنا، خاصة في جبل الفلاح. تقريبا هذا المشروع نتاع الفلاح تقريبا في 30 سنة احنا اون دوموند وهو تحقق في الفترة هذه. بالنسبة للبلدية العالية استفادت من المشاريع الكهرباء، إيصال الكهرباء الفلاحية للمستثمرات بما يقارب ال 25 محيط فلاحي، مستها العملية المسافة نتاع الأخر ما يقارب ال 70 كيلومتر طولي. تنمية المناطق النائية في صلب اهتمام الدولة، حيث استفاد هذا التجمع السكاني القدسي من جملة من المشاريع الهامة كإيصال الكهرباء، توفير المياه، وإنجاز مدرسة ابتدائية، مكاسب تحققت وانعكست بالإيجاب على استقرار السكان الذين استقبلوا هذه المشاريع الإنمائية بكل فرح وارتياح. الحمد لله درك رانا دارنا، جانا تريسيت، جاتنا الطريق، جاتنا الماء، جانا كلش الحمد لله، راه كلش عدنا. كان العبد هنا يموت دون الشقه، بالنا الشقه والكدسي يموت بالعطش. ها جاتنا الطريق، جاتنا الماء، جانا تريسيتي، اللهم لك الحمد. مشاريع تنموية واعدة أقرتها الدولة قصد إعطاء مختلف مناطق الوطن فرصا متكافئة في التنمية.